طلبت الأحزاب الكردية الستة المعارضة بإعادة عملية العد والفرز اليدوي الكلي لصناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة إن الأحزاب الستة لديها طعون بنتائج الاقتراع في إقليم كردستان. هذا ومن المقرر أن تبدأ في بغداد غدا عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع في ست محافظات جنوبية سجلت بشأنها شكاوى وطعون.